السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب ما ينقض الطهارة. قال رحمه الله: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما. انتهينا منه. ثم بعد هذا قال رحمه الله: وزوال العقل. وزوال العقل يعني غيابه أو تغييبه، غيابه أو تغييبه، غيابه من غير قصد أو تغييبه بقصد. ويدخل في هذا الجنون والإغماء والنوم والسكر و البنج. المقصود أن كل ما يزول معه العقل ينقض الوضوء. السبب في هذا أنه مظنة لخروج الحدث. والنوم جاء فيه حديث صفوان بن عسال في أنهم لا ينزعون خفافهم إلا من بول أو إلا إيش؟ نعم، ولكن من بول أو غائط أو نوم. فقرن النوم مع البول والغائط فدل على أنه ينقض كالحدث، وذلكم لأنه مظنة إلى خروج الحدث. وجاء في الحديث عن علي رضي الله عنه: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. والنوم بذاته ناقض عند جمع من أهل العلم، ولو غلب على الظن أنه لم يخرج منه شيء فهو ناقض مطلقا. ومنهم من يقول يفرق بين يسيره وطويله، لأن اليسير في الغالب لا يخرج معه شيء. ومنهم من يفرق بين نوم الجالس والمضطجع، فالجالس الذي لم يستند على شيء ومن باب أولى إذا كان قائما، فإنه إذا استغرق في نومه فإنه يسقط. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، بعض الروايات ولهم خطيط، وهذا معروف أنه ينتظرونه وهم جلوس. أما المضطجع أو المتكئ هم من باب أولى، الساجد أو الراكع، فإن هذا لا شك أنه ينقض، لأن المخرج متهيئ ولا يوجد ما يمنع الخروج. فعلى هذا المعمول به والمقدم في المذهب وغيره أنه إذا كان من جالس متمكن في جلسته فإنه لا ينقض، وما عداه ينقض إذا طال. ومنهم من يفرق بين القليل والكثير فيجعل النوم المستغرق ناقض الوضوء مطلقا ولو كان جالسا، واليسير لا ينقض الوضوء. ومنهم من يقول المستغرق، النوم المستغرق ولو لم يكن كثيرا بحيث لا يشعر بما يدور حوله ينقض الوضوء، وغير المستغرق من السنة والخفقان الذي يشعر بما يدور حوله هذا لا ينقض الوضوء على أي حال. وعلى كل حال الوضوء إذا غلب على الظن خروج الحدث مع النوم لا بد منه. إذا غلب على الظن أو أمكن خروج الحدث معه فإنه ناقض بلا شك. يقول المؤلف: وزوال العقل إلا أن يكون النوم اليسير جالسا أو قائما. إلا أن يكون النوم اليسير بهذا القيد. نعم، في بعض النسخ بنوم يسير، نسخة بنوم يسير. إلا أن يكون النوم اليسير جالسا أو قائما. على هذا التركيب من يعرب جالسا أو قائما؟ نعم، حال. طيب يكون خبرها يكون النوم اليسير جالسا. نعم، كان هنا تام. ولا يجوز أن يجعل جالسا خبر يكون، لأنه لا يصح أن يخبر به عن النوم، لا يصح أن يخبر به عن النوم،
النوم لا يكون جالس، نعم، وإنما هو حال، إلا أن يكون النوم اليسير بهذا القيد، والقيد الثاني حال كونه جالساً، وهذا كما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم وهم ينتظرون صلاة العشاء أو قائماً جالساً بهذا القيد كما ثبت عن الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الصبح يضطجع ويسمع له خطيط، ثم يؤذن بالصلاة ولا يتوضأ. لماذا نقول أيضاً المضطجع ورد فيه الدليل؟ يعني إذا قلنا أن المضطجع نوم المضطجع لا ينقض الوضوء، ما بقي شيء اسمه نوم ناقض، يعني أتينا على النوم بالكلية وأبطلناه، أبطلنا كونه ناقضاً. نعم، والحديث ولكن من غائط أو بول أو نوم، والأصل في النوم الاضطجاع. نعم، يعني إذا قلنا أن نوم المضطجع لا ينقض الوضوء، أبطلنا النقض بالنوم بالكلية، صحيح ولا لا؟ يعني لو استدلنا بفعله عليه الصلاة والسلام وينام ويسمع له خطيط وهو مضطجع، وقلنا أن نوم المضطجع لا سيما وأنه هو الأسوة والقدوة، نعم، فإننا لا نستطيع أن نقول أن أي صورة من صور النوم تنقض الوضوء. وهذا يكون به خاصا به عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فيحس بما يدور حوله عليه الصلاة والسلام. جالسا يعني حال كونه جالسا أو قائما يعني من باب أولى، لأنه إذا استغرق فإنه يسقط، إذا استغرق سقط. في حكم النوم بل أولى منه الجنون، صلى الله العافية، ومثله أيضا الإغماء، لأن قول المؤلف وزوال العقل يشمل جميع هذا، ومثله السكر يشمله أيضا، لأنه لا يدري، لأنه لا يدري ماذا يقول، فضلا عن كونه يدري ماذا يفعل. فإذا زال العقل بأي سبب من الأسباب أو أزيل بأي سبب، فإنه حينئذ ينتقض الوضوء. عندنا زوال العقل منه الطويل جدا، وهذا يكون بالجنون، ومنه القصير نسبيا وهو النوم، ومنه ما يتردد بينهما كالإغماء. فهل حكم الإغماء حكم الجنون أو حكم النوم؟ نعم نعم. في قصة عمار رضي الله تعالى عنه جعلوا الحد الفاصل الثلاثة الأيام، الثلاثة الأيام، فما زاد عنها حكمه حكم الجنون، وما نقص عنها حكمه حكم إيش؟ النوم. ويترتب على هذا أنه إذا قلنا أنه في حكم المجنون ارتفع عنه التكليف بالكلية، وإذا قلنا حكمه حكم النوم التكليف باق، التكليف باقي. فعلى هذا لو خدر أربعة أيام يقضي ولا ما يقضي؟ ما يقضي. لا، إذا قلنا حكم حكم الجنون ما يقضي، إذا قلنا حكم حكم النائم يقضي. فالحد الذي حدوه لقصة عمار بالثلاثة الأيام مسألة لا تخلو من خلاف، لكن التقدير بهذا مناسب، لأنه لا يوجد أحد ينام أكثر من ثلاثة أيام، يعني النوم من غير تنويم. فإذا قلنا حكمه حكم الجنون وأكثر من ثلاثة أيام قلنا لا يقضي، وإذا قلنا أن حكمه حكم النوم لأنه لم يستغرق أكثر من ثلاثة أيام فإنه حينئذ يقضي هذه المدة. والارتداد عن الإسلام، الارتداد عن الإسلام، صلى الله السلامة والعافية، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ومن العمل الطهارة، لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهل حبوط العمل
مقيد بالموت على الردة أو لا؟ لأنه جاء القيد فيموت وهو كافر، وجاءت الآية مطلقة في حبوط العمل، هل نقول يحمل المطلق على المقيد هنا؟ لا سيما وأن الحكم والسبب متحدان، أو نقول يبطل بمجرد الردة ولو رجع قريبا، يحبط العمل ولو رجع قريبا. وتظهر فائدة الخلاف ظهورا جليا في الحج، فإذا حج حجة الإسلام ثم حصل له أن ارتد، نسأل الله السلامة والعافية، فهل نقول يعيد حجة الإسلام أو لا يعيد؟ يعيد لأنه ارتد، إن أشركت لا يحبطن عمله، من يرتد منكم فيموت وهو كافر، أو لا يعيد. هل نقول يحمل المطلق على المقيد؟ إذا لا يعيد، وإذا قلنا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا فإنه حينئذ يعيد. وبكل من القولين قال جماعة من أهل العلم، والأظهر أنه يحمل المطلق على المقيد، لا سيما أن السبب والحكم متحدان. الارتداد عن الإسلام لا شك أنه حدث، حدث بل من أعظم الأحداث، من أعظم الأحداث. إذا كان المبتدع محدث، إذا كان مبتدع محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالمرتد من باب أولى. فهل يدخل هذا الحدث في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ؟ فكل من أحدث ابتدع يلزمه الوضوء، تقضي وضوءه بالحدث المعنوي، أو نقول هذا خاص بالحدث الحسي؟ وإن كان بعض أهل العلم يرى أن استحباب الوضوء من بعد أثر بعد المعصية أيا كانت. الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه ما لم يحدث، في رواية ما لم يؤذي، والأذى حدث، الأذى حدث في الحديث، من آوى محدثا يعني عاصيا مطلوبا مؤذيا لغيره فإن هذا حدث بلا شك. فهل يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث، من صيغ العموم، من أحدث حتى يتوضأ، يدخل لما يدخل؟ يعني الارتداد عن الإسلام هل هو مأخوذ دليله من الآية حبط عمله لأنه ارتد، أو لأنه أحدث في الدين، أحدث في الدين فيلزمه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث، وهذا من أعظم الأحداث؟ ها، لا، لو قلنا للأمرين وحملناه على الحدث المعنوي، نعم، قلنا أن كل من أحدث أي حدث ولو بمعصية يلزمه الوضوء، ولا قائل بذلك على سبيل الوجوب. نعم، قيل يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراب، فسره، والصحابي أعرف بما روى، الصحابي أعرف بما روى. لكن هل هذا مضطرد؟ لا شك أن الصحابي أعرف بما روى وأدرى به، لكن هل هو مضطرد؟ لو كان مضطردا، نعم، لا، ما كان لقوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع، ما كان له معنى. وعلى مر العصور، يعني من زمن النبوة إلى يومنا هذا، ونحن نسمع
من أهل العلم في فروع العلم لا في الأحكام أنفسها، نعم، في عللها وكيفية الاستدلال من النصوص لها، نسمع الجديد، نعم نسمع جديد على مر العصور إلى يومنا هذا، لكن ما يؤتى بجديد من حيث الأحكام بحيث نستنبط أو نستدل بالخبر أو نفهم من غير ما فهمه سلف هذه الأمة في بناء حكم جديد، لأن لا يجوز لنا أن نخرج عن مجموع أقوالهم، لكن كيف استنبط هذا الفريق من هذا الدليل هذا الحكم؟ قد يؤتى بجديد، وهذا فهم بلا شك يؤتي الله بعض عباده. فهل نقول أن الحدث خاص بالحدث الحسي؟ وقول أبي هريرة إنما هو تمثيل للحدث لا على سبيل الحصر، بدليل أنه ترك ما هو أهم من ما مثل به، نعم ترك إيش؟ ترك البول والغائط، أهم من الفساء والفراط، ترك ما هو أهم وأشد نجاسة، لأن الريح التي تنقض الوضوء، نعم، سبب نقضها للوضوء، نعم نعم، لا، هم يقولون هذه الريح التي خرجت لا تسلم من خروج نجاسة معها، وليست رطوبة، لو لم يكن هناك أدنى رطوبة، لكن هذه الريح دلالة على أنه خرج نجاسة، ولو كانت ريح مجردة ما صار لها رائحة. هذا ما يقوله بعضهم، أنه يتصور أن يخرج رائحة بدون جزء من أجزاء النجاسة. وعلى كل حال النقض بالريح أصل، ما يحتاج إلى أن يفرع على أصل. نعم، الردة عن الإسلام هل هي مثل، يعني إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه نقول انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، لكن هل يؤمر بالغسل كالكافر الأصلي؟ يعني مما يوجب الغسل إذا أسلم الكافر على ما سيأتي في الباب الذي يليه، فهل نقول إن هذا المرتد يلزمه الغسل كالكافر الأصلي أو يكفي الوضوء؟ لأنه قال والارتداد عن الإسلام، يعني يتوضأ انتقض وضوءه فيلزمه الوضوء، وفي الباب الذي يليه في باب ما يوجب الغسل وإذا أسلم الكافر. وعلى هذا لو أن شخصا مسلما ترك الصلاة، وعلى القول المفتى به المعتمد أنه يكفر، ثم رجع إلى الصلاة، هل يلزمه وضوء ولا غسل؟ بناء على ما عندنا هنا يلزمه وضوء، نقول هذا أسلم، إذا صلى فمسلم حكما بعد كفر، أسلم بعد كفر، فهل يدخل في قوله وإذا أسلم الكافر فيما يوجب الغسل، أو يدخل في قوله والارتداد عن الإسلام؟ في قوله والارتداد عن الإسلام، لأن الأصل فيه الإسلام. قال كلمة كفرية، حلف باللات والعزى مثلا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو مسلم، ما الذي يلزمه؟ الوضوء. ترى المسألة يا إخوان تحتاج إلى شيء من النباهة، لأن المؤلف أدخلها المسألة في هذا الباب وفي الباب الذي يليه. وإذا حكمنا بكفره لأنه تارك للصلاة ثم بعد ذلك صلى، مسلم حكما، فهل حكمه حكم الكافر الأصلي، أو نفرق بين الكافر الأصلي فيجب عليه الغسل على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى، وبين الكافر الكفر الطارئ ليس بأصلي مرتد ثم عاد إلى الإسلام، أو نقول هذه فرع عن المسألة الأولى، أنه هل يشترط لحبوط العمل أن يموت على الكفر أو لا؟ أما إن مات على الكفر فهذا ما هو محل بحث، نعم ما هو محل بحث،
لكن إن عاد إليه على قول من يقول أنه يحبط العمل بمجرد الردة فما الذي يلزمه؟ يقول هؤلاء يكون كالكافر الأصلي. أن تفترض كافر أصلي ما لزمه غسل في عمره، ما لزمه غسل في عمره ثم أسلم. نعم إيه، لكن هذا الذي حكمنا بردته ولو لم يمت على الكفر على قول الثاني، على قول من أحبط عمله وش اللي يلزم؟ يلزمه الاغتسال. وعلى قول من لم يحبط عمله يلزمه وضوء ولا ما يلزمه؟ كيف يلزمه ما حبط عمله؟ هو وضوء. لا بد، المسألة مسألة طردية وعكسية، ننتبه لها هنا وهنا، لا تنتقض عندنا هنا ولا في الباب الذي يليه. لأننا قلنا ما حبط عمله لماذا نلزمه بوضوء؟ نعم، قائم وضوء ما دام ما حبط. هاي الأخوان، هو قال والارتداد عن الإسلام، الارتداد عن الإسلام جعله من نواقض الوضوء، وإسلام الكافر الأصلي جعله من موجبات الغسل. فقلنا أن الارتداد عن الإسلام إذا لم يمت على الكفر المرجح أنه لا يحبط عمله ولا يعيد الحج ولا يعيد ما فعله قبل ذلك، لأن عمله معلق حبوطه بالموت على الإسلام، بالموت على الكفر. في شيء؟ ها؟ إيه؟ هذا الكلام، هذا المرجح. إيه؟ نريد أن يكون الكلام منضبطا، نريد أن يكون الكلام منضبطا. الآن الردة هذه التي لم يمت عليها ما أبطلت الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، فكيف تبطل شرطا من شروط هذا الركن وهو الوضوء؟ وإن قلنا تبطل، نعم، قلنا أنه مثل الكافر الأصلي يلزم غسل، ما يكفي وضوء. النبي كلامنا ينضبط، يكون مضطرد. نعم، وش هو الدليل؟ لا فيمت وهو كافر، هذا القيد معتبر. اللهم إلا إذا كان بتمشون على عدم اعتبار القيد، كان بمشى على عدم اعتبار القيد. نعم، كيف؟ إيه، بيلزم بالأعمال التي تقضى كلها. أولا، من يرتدد الآية التي فيها القيد. نعم، هل هو قيد أو وصف مؤثر يقتضي التخصيص؟ فيكون عندنا مرتد مات على كفره، ومرتد لم يمت على كفره. أنا أريد أن أقرر، هل الموجود هنا في الآيتين هل هو من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ هل هو قيد أو تخصيص؟ يعني تخصيص بالصفة ولا قيد؟ نعم، ايش اللي ترتب على كونه قيد او تخصيص؟ نعم، اذا قلنا من باب العموم والخصوص لا اثر للتخصيص، لان الحكم حكم العام مع حكم الخاص متحد، يعني ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام ما يقتضي التخصيص، فيكون ذكر الخاص للاهتمام به والعنايه بشانه. شو؟ لكن الان الذي معنا، ودنا نطول الأخوان لأن هذا لا يرغب بعض الحضور. الآن هل هنا تقليل أفراد أو تقليل أوصاف؟ نعم، إذا قلنا تقليل أوصاف قلنا تقييد قيد، وإذا قلنا تقليل أفراد قلنا تخصيص، وهو إلى القيد أقرب منه إلى التخصيص. وعلى كل حال كلام أهل العلم يدل على أنه قيد، وإلا لو كان تخصيص ما خصصه، لأن الحكم موافق، لأن حكم الخاص موافق لحكم العام، انحلت ولا ما انحلت؟ يعني كونه داخل هنا مبطل للوضوء، الردة مبطلة للوضوء، إسلام المرتد نسميه إسلام ولا رجوع؟ وهل هناك فرق أو لا؟
يعني أيهما أشد، الكافر الأصلي أو الكافر الكفر الطارئ المرتد؟ أيهما أشد؟ لا، المرتد أشد، المرتد أشد، من بدل دينه فاقتلوه، ما فيه مثنوية. لكن الكافر الأصلي فيه خيارات، الظاهر أن المسائل يجر بعضها بعض وما تنتهي، لأن إذا ألزمنا الكافر الأصلي فالمرتد على هذا، إذا ألزمناه بالغسل فالمرتد، إذا قلنا أن الردة أعظم من الكفر الأصلي من باب أولى. وين وش الدليل؟ ألقي عنك شعر الكفر واغتسل، إيه؟ بيجي ذا، هذا ما هو مشكلة، لكن الكلام كيف أوجبنا الوضوء على من ارتد عن الإسلام، بما أوجبنا الوضوء على من ارتد عن الإسلام، ما هو لأننا أحبطنا عمل وهذا عمل. قلنا أنه لو دخل في حديث من لا يقبل الله صلاة من أحدث، لا أدخلنا سائر الأحداث. أبو هريرة فسر الحدث وقلنا أن تفسيره لا يقتضي الحصر، بدليل أنه ترك ما هو أهم من الأحداث الحسية أهم. الله الأخوان، من العام الذي أريد به الخصوص، إيه تفسير أبي هريرة ليس حاصرا، غير حاصر تفسير أبي هريرة، بدليل أنه ترك ما هو أهم مما ذكر. ظاهر ما في حل الأخوان، في شيء مثل من حلف بالله والعزة، مثل وين يبطل وضوءه، ينفسخ نكاحه. لا، عقد النكاح حكم شرعي، حكم شرعي لا بد أن يحكم به حاكم، إيه لا بد أن يحكم به حاكم. نعم، هذا توضأ وخرج إلى المسجد يريد الصلاة فارتد، نسأل الله السلامة والعافية، دقائق ثم رجع، أنا ما زلت على وضوئي، بأي شيء نلزمه بإعادة الوضوء؟ إن كان من أجل الردة فلنلزمه بالحج، لئن أشركت لا يحبطن عمل، خلاص انتهى كل شيء حبط. لماذا الوضوء على جهة على وجه الخصوص؟ يحبط العمل كامل ولا الثواب العمل كيف؟ افترض أنه على القول بحبوط العمل نفسه، على القول الثاني، فإذا أبطلنا الوضوء أبطلنا ما هو أعظم منه كالحج مثلا، وإذا قلنا أن القيد معتبر فيموت وهو كافر ولم نبطل الحج، لماذا نبطل الوضوء؟ ها؟ لا، هم يختارون ما يبطل، ما يحبط العمل إلا بالموت على الردة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يعني إذا توضأ حال الردة قلنا وضوءه غير صحيح، لكنه توضأ حال إسلامه وضوءا شرعيا معتبرا، ما الذي أبطله؟ إن قلنا أبطلته الردة، وهم يختارون أن الردة لا تحبط إلا إذا مات على الكفر. نعم، شيء كيف؟ إيه، نجسة معنوية، نجسة معنوية، ما أقول بهذا، نجاسة معنوية، فهل نقول أن هذه النجاسة مضادة للطهارة من هذا الباب؟ نعم، كيف؟ لا، انقطاع النية بعد الفراغ من العبادة ما يؤثر، ما يؤثر، حتى لو انتهى من الوضوء، توضأ وضوءا كاملا ثم أحس أن في بطنه شيء متهيئ للخروج، فذهب وجلس على الكرسي، كرسي قضاء الحاجة، لكن ما خرج شيء، وأعاد لبس سراويل ومشى، انتقض وضوء ولا ما انتقض؟ ما ينتقض، هو على وضوء، ما جاء ما ينقض الوضوء. لا، الصيام في أثنائه، لكن لو نوى الإفطار المغرب، لو بعد المغرب قال الله شاك بصيامي هذا يجزي ولا ما يجزي، يبطل صيامه، ما يبطل، بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إلى مثل هذا. يلا يا أخوان ساعدونا، جزاكم الله خير. يلا، في شيء؟ ها يا عبد الله صالح، ها
ها يا شيخ عبد العزيز، ايش يقول؟ انحل الاشكال، ما انحل، ما انحل. نعم، اي، لان حتى قوله ما اوجب الغسل اوجب الوضوء لا نحتاج الى ذكرها هنا، لان موجبات الغسل نحتاج ايضا ان نذكر في مبطلات الوضوء كل موجبات الغسل، جميع موجبات الغسل الاتي ندخلها، ولا كيف نذكر هذا ولا نذكر غيره؟ نعم، هو بيقرر هذا، بيقرر عندك الباب الذي يليه، واذا اسلم الكافر يجب الغسل. ثمامة ثمامة، لأن لا هو نفسه قال وإذا أسلم الكافر، هو يقرر هذا، لو ما يراه قلنا، لكن هو يرى أن الكافر إذا أسلم يلزمه الغسل، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. ها؟ إيه، لكن هو بحدث الذي يريده الصحابي، الذي يريده الصحابي، ولا قلنا كل من أحدث لو ابتدع وقال أعد وضوءك هذا حدث، سميته حدث بالنص، من أحدث في أمرنا، ولا يقبل لو صلت من أحدث، يعني النص يفسر بعضه بعضا. أنا نقول إن هذا هو ذا، أو نقول أن الحدث له حقيقتان شرعيتان، ما هي حقيقة واحدة، حقيقة في باب وحقيقة في باب آخر، فلا يكون من باب الحدث. ها؟ طيب صحيح، هذا يمكن يستدل به، الطهور شطر الإيمان، هم يذكرون هذا، الطهور شطر الإيمان، فإذا ذهب الإيمان بالكلية ما يذهب شطره؟ نعم صح ولا لا؟ نعم، يستدلون بهذا، الطهور شطر الإيمان، وهذا في صحيح مسلم، فإذا ذهب الإيمان ذهب شطره الذي هو الطهور، وبهذا تكون المسألة انحلت ولا ما انحلت؟ كيف؟ هل وش وراء هذا؟ وين؟ الغسل سيأتي، وين؟ لا، ما عليه غسل على كلامهم، ما عليه غسل، ما فيه إلا وضوء. كيف؟ هم الحديث الطهور شطر الإيمان، إذا ذهب الإيمان شو يبقى شطره؟ إذا ذهب الكل يبقى النصف؟ ما يبقى شيء، يعني هذا من أوضح ما يستدلون به. ها؟ كيف؟ هذا الكافر الأصلي سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. نعم، لا لا لا، ما له وجه هذا، لأنه قلنا حدث اللسان، قلنا الكذب والغيبة كلها توجب وضوء، لا لا ما يدخل. كيف؟ يكفي يكفي، إذا بطل الإيمان بطل شطره، انتهي الإشكال. هو ما وجب عليه في الأصل غسل، على كل حال اسلام الكافر بيد الكلام فيه. ومس الفرج، مس الفرج، والفرج يشمل القبل والدبر، القبل والدبر، وايضا يشمل الذكر والانثى، يشمل الذكر والانثى، ويشمل ايضا فرج نفسه وفرج غيره. مس الفرج، والمعول عليه في هذا، معول عليه في هذا حديث بسرة، من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، في بعض الألفاظ فرجه، في بعض الألفاظ فرجه، في بعض الألفاظ من مس ذكره وأنثيه، وفي بعض الروايات ورفغه. مقصود أن مس الفرج المعول في كونه ناقضا على حديث بسرة، على حديث بسرة، وهو أرجح من حديث طلق، وهو أرجح من حديث طلق، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر فقال هو بضعة منك، يعني قطعة منك، يعني كما لمست أي قطعة منك، يدك ولا رجلك ولا رأسك ولا أذنك، إنما هو بضعة منك. لكن يبقى أنه بضعة مسه مؤثر، وهناك ما سواه من أبعاض أو أجزاء البدن مسه لا يؤثر. يعني هل يستوي مس الذكر ومس اليد؟ لا يستويان. إذن قوله إنما هو بضعة منك
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومس الفرج، وعرفنا أنه يدخل في اللفظ القبل والدبر من الذكر والأنثى، الصغير والكبير، النفس والغير، كل هذا يدخل في قوله ومس الفرج. والمعول في هذه المسألة على حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. ويعارضه حديث طلق بن علي سئل عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك. وإذا نظرنا إلى الترجيح ومتى يحتاج إليه، مع أنهم بدأوا به، بدأوا بالترجيح فقالوا حديث بسرى أرجح من حيث الإسناد، ومنهم من نظر إلى تقدم حديث طلق لأنه جاء في أول الهجرة، جاء في أول الهجرة وهم يبنون المسجد، حديث بسرى متأخر عنه بلا ريب، فقالوا إن حديث طلق منسوخ. ومنهم من يجمع بين الحديثين فيحمل الأمر في قوله فليتوضأ على الاستحباب، والصارف حديث طلق. هذه مسالك أهل العلم بالنظر إلى الحديثين، منهم من رجح، ومنهم من جمع، ومنهم من قال بالنسخ. الذين رجحوا حديث بسرة على حديث طلق رأوا النقض مطلقا، رأوا النقض مطلقا، فمن مس ذكره فالنص في الذكر، الرواية الأخرى في الفرج، ويشمل القبل والدبر. ومن هذه من مس تشمل الذكر والأنثى، وإن كان عود الضمير على من إذا أريد الذكر قال مس، وإذا أريدت الأنثى قال من مست، لكن النساء تدخل في خطاب الرجال. اللهم إلا إذا قلنا أنه خاص بالذكر دون الأنثى للتنصيص على الذكر، نعم، إذا قلنا أنه خاص، فعلى هذا مس المرأة فرجها قبلا كان أو دبرا لا ينقض، ومس الرجل الذكر دبره أيضا لا ينقض، مس فرج الغير لا ينقض لأنه قال ذكره. طيب، الذكر لا يخلو إما أن يكون متصلا أو منفصلا، يتصور لما يتصور، مقطوع مثلا فمسه ينقض لما ينقض. أن إذا نظرنا إلى العلة وهي الإثارة التي هي سبب خروج شيء من هذا الذكر، نعم، وهذه العلة وإن لم تكن مجزوم بها حتى ولا غلبة ظن، ولهذه العلة في مس الذكر لأنه مؤثر، يعني فيه غلبة ظن أنه يخرج منه شيء إذا مسه، هل هذه العلة ولا جزء العلة؟ يعني مس الذكر لماذا خص الذكر؟ ما قال من مس أذنه فليتوضأ، نعم، إثارة الشهوة. وإذا تحققت هذه الإثارة في غير الذكر، لا 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 تقول هذا، لا لا تقول هذا، لا تقول هذا، لمست بشهوة فرجها بشهوة، لا لا، في مواضع إثارة يحصل منها هذا وغير الفرج. يعني امرأة تسأل تقول إنها إذا أرضعت ولدها خرج منها شيء، فلا شك أن هناك مواضع مثيرة في البدن غير الفرج، فهل يلحق به أو لا يلحق؟ هذا ما اللمس، لامستم أو لمستم، هذا بيأتي غير غير هذا، نعم. لكن عفوا، مواضع الإثارة الأخرى ترجع إلى الفرج يا شيخ، لأن الإثارة المقصود، بلى ترجع إلى المقصود الفرج. لا، إذا قلنا أن مس الذكر مظنة للخروج، قلنا مس بعض الجهات مظنة للخروج، ف
فهل يلحق به غيره؟ مثل ما ألحقنا بالنوم الإغماء وألحقنا به زوال العقل بأي شكل كان لأنه مظنة، فهل نقول أن مس الذكر مظنة لخروج ما ينقض الوضوء؟ إذن كل ما كان مظنة ينقض الوضوء. الآن ما هو النص في زوال العقل ما هو بالنوم، وألحقنا به ألحق أهل العلم به كل ما يزيل العقل لأنه مظنة لخروج الحدث. ثم معنا ولا ما تم معنا الأخوان؟ فلنلحق بمس الذكر ما كان مثله في المظنة أو أشد منها أحيانا. نعم نعم، يعني يقتصر عليه. وعلى هذا من مس ذكره على أي وجه كان هذا المس، ولو على سبيل الخطأ والسهو، ما قصد المس، يلزم ولا ما يلزم؟ يعني يغتسل فمن غير قصد، يعني بيلبس سراويله في مس ذكره من غير قصد، أو يريد أن يغسل بعض الجهات القريبة من هذه المنطقة في مس الذكر من غير قصد. نعم، لأن المسألة مسألة. بعضهم الشيخ يقول إن مسه على أنه بضعة كمس سائر بدنه فلا ينتقل، وإن مسه بشهوة فإنه ينتقل. يعني لابد أن يكون المس بشهوة تشهي بمسه. لكن هل الفعل مس لابد أن يكون معه القصد أو يحصل بدون قصد؟ المس يحصل بدون قصد. المس يحصل بدون قصد ولا ما يحصل؟ بلى. الآن تدرون أن الكلام إذا لم يكن مقصودا عند جمع من أهل العلم أنه لا يسمى كلام، لا يسمى كلام ولا تبطل به صلاة إذا كان غير مقصود. لأن الشراح، شراح الأجر الرومية في قولهم، في قوله بالوضع، كلام المركب المفيد بالوضع، قالوا الوضع القصد، فالكلام غير المقصود لا يسمى كلام. والقول الآخر أن قوله بالوضع يعني بالوضع العربي، فعلى هذا الكلام بغير العربية ليس بكلام. فهل كلام النائم يؤخذ عليه لأنه غير مقصود، أو شخص سبق لسانه بيقول كذا فقال يا كذا، قلت أنت طاهر وقال أنت طالق، يؤاخذ عليه ولا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ عليه لأنه غير مقصود. فهل القصد له أثر في تحقق الفعل أو لا أثر له؟ عبد الله بن عمر عنه ما كان يتوضأ بعد الغسل. ابن عمر يقول لم نأتي على قول المؤلف والتقاء الختانين، التقاء الختانين سيأتي في الباب الذي يليه. لعلها مقحمة يا شيخ في هذه النسخة. هو اللي يظهر، اللي يظهر وجاري على قولهم أن كل ما أوجب غسل أوجب وضوء، لكن إفراد ما يوجب الوضوء فقط. حتى النسخة اللي مع المغني ليست فيها. إيه، واللي مع الزركشي تقال حكايتين هي موجودة. إيه موجودة في الزركشي، يذكر أنها موجودة في الزركشي. لكن إفراد ما يوجب الوضوء عما يوجب الغسل ما لا شك أنه أدق، أدق. وإلا لازم أن يدخل، أن يجعل البابين باب واحد. كنت شعبنا وصرنا ما. نعم. خطأ، هذا يعتبر موضوع الخطأ. هو يريد أن يغسل شيء، جزء من بدنه، فوقعت يده على الذكر وغير قاصد، فهل الفعل يتحقق من غير قصد أو لا يتحقق؟ وهل المقصود المس باليد أو بأي جزء من البدن؟ من مس ذكره فليتوضأ، مسه بأي جزء؟ الشيخ الله تعالى سمى من قتل خطأ سماه قاتل، لكن هذا بيلبس الجوارب في مس ذكره برجله، يلزمه ولا ما يلزمه؟ إذا قلنا أن المس يحمل على عمومه قلنا أنه ينقض بأي جزء من البدن. إذا لم نقول أن المس المراد به باليد بالكف دون سائر اليد كما يقرر العلم بباطنها دون ظاهرها، صار نوع خاص من المس، نوع خاص من المس، فيخرج ظهر الكف، يخرج الذراع وإن كان من اليد، ويخرج ما فوق ذلك، يخرج ما كان بغير اليد. نعم أيوة والأفعال، من ترك ناسي أو من فعل ناسي. يا أخي القاعدة تقول عكس ما تقول. نعم، لأن النسيان ينزل الموجود فعل، نعم،
منزلة المعدوم بخلاف العكس، مطالب بشيء ولا فعله لا بد أن يفعله، فأمر التروك أشد من أمر الأفعال. لكن مسألة يا شيخ في عدم تسمية غير القاصد فاعل، القاتل يسمى قاتل وإن كان غير قاصد. إيه لكن هذا في حقوق العباد، في حقوق العباد هذا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.